توقع الخلل اللي عند الجمهور هو خلل عاطفي ولا خلل خلينا نسميه خلل نجاح، خلل ركائز ولا عاطفي؟ الجمهور لو كان عاطفي، لو كان عاطفي ما اتوقع انه بيصبر 70 يوم على مشاهده شيء. الجمهور جمهور متعقل، الاغلبيه عاقل، يفهم ان قدامهم قصه، يشرف عليها زياد الشهري. خروج اي شخص، اي شخص خروج اي شخص يخلف القصه مثل ما قلت لك. لكن يختلف الخلل من شخص الى اخر في لحظه الخروج. في ناس تسبب بخلل كبير عاطفي لو عطفا على كلامك، وفي ناس لا والله حي الله من زار، هذا طول عمرك حي الله من زار وخف، ما طاح من النجوم من السماء، اخف للسماء. كم مره خفت السماء في البرنامج؟ بقول لك شيء، انت يا ابو سعد مثلا متابع جدا للرياليتي، عندك 5-6 اشخاص ركائز في الرياليتي. جميل. بيختل عندك فيها اشخاص متابعين او يحبون الاصوات الجميله. طلع واحد صوت جميل بس راح الرياليتي ما راح يهتم فيه، لانه هو بيولى للاشخاص اللي اصواتهم جميله. اي لان ما راح يهتم فيه الكوميدي، اللي الشخص اللي بالكوميدي ما راح يهتم للي بالصوت الحلو. انت وينك في طاوله الشطرنج هذه؟ أنا اللي كنت فيها كلها، عايشتها كلها، مو بلازم إني أنجح فيها. مثل الصوت، أنا أغني صوتي مو بحلو أدري. تعتقد إنه بيقال لك كش ملك؟ ليش لا؟ متقبل هالأمر؟ هو متقبل من ناحية النظام أو من ناحية، ولكن عاطفيا ونفسيا الشغف لا والله بالنهاية أنا طيب.